هنا القاهرة عاصمة الخبر، 12 ظهرا نشرة مفصلة. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. وزير الدفاع الروسي يتفقد جبهة دونياسك مع استمرار الضغط على باخموت. البرلمان الصيني يقر زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة ما أسماها التحديات الأمنية. ودول أوروبية تندد بعنف المستوطنين وتحث إسرائيل على وقف توسيع المستوطنات. البداية إذن مع تطورات الصراع الجاري في أوكرانيا. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو مواقع قوات بلاده المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضحت وكالة نوفوستي الروسية أن شايغو زار مركز قيادة إحدى التشكيلات العسكرية جنوبي دونيتسك، واستمع إلى تقرير قائد الوحدة العسكرية عن الوضع الحالي وسير العملية العسكرية. أكد شايغو خلال لقائه بالقادة العسكريين في المنطقة على أهمية ضمان الدعم الشامل للقوات وضمان الخدمات الطبية المقدمة لهم كذلك. هذا وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يواصل تقدمه شمال مدينة باخموت الأوكرانية. وأوضحت الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي أن الدفاعات الأوكرانية تتعرض لضغط كبير من القوات الروسية مع اشتداد وتيرة القتال، وأضافت أن جسرين رئيسيين في باخموت دمرا خلال الساعات 36 الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة محدودة. معارك محتدمة إذن تدور بين الجانبين الروسي والأوكراني في محاولة من القوات الروسية للسيطرة على المدينة التي توصف دوما بالاستراتيجية باخموت. وبينما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية محاصرة المدينة عمليا، أقرت القيادة العسكرية الأوكرانية بأن الوضع متوتر للغاية في المدينة. آخر المستجدات نتابعها في العرض التالي مع رغدة منير. معارك ضارية مستمرة منذ شهور بين القوات الروسية والجيش الأوكراني للسيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية، نظرا لأهميتها بالنسبة للجانبين والتي تعتبر مركز المعارك في الشرق. تحظى باخموت بأهمية كبرى لدى روسيا، إذ إن السيطرة عليها ستفتح الطريق بالكامل أمامها على بقية دونباس، المنطقة الصناعية الاستراتيجية. تمثل السيطرة على باخموت أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير في العام الماضي على أوكرانيا، لذلك لا يريد أي من الطرفين التنازل عنها. وفي تطور جديد، أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أن مدينة باخموت باتت محاصرة عملية من قوات، فيما دعا الرئيس الأوكراني إلى إصدار أوامر للقوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة. قوات فاغنر تقدمت من نواح مختلفة باتجاه مركز باخموت من دون أن تتمكن من اختراق الناحية الغربية، حيث تم قطع ثلاث من الطرق الأربع التي توصل الإمدادات الأوكرانية إلى المدينة. من جانبها، اعترفت قيادة كييف العسكرية بأن الوضع في تلك المدينة الاستراتيجية متوتر للغاية في مواجهة الهجمات الروسية المتزايدة.
وعلى الرغم من اختلاف الخبراء بشأن أهميتها الاستراتيجية، لم يبقى متاحا سوى الطريق المؤدي إلى الغرب باتجاه تشازيفيار التي يحاول الروس التقدم نحوها من الجنوب. من العاصمة الروسية موسكو ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية. دكتور سمير أهلا وسهلا بحضرتك. إذا ما حسمت باخموت وهي أقرب لأن تكون في طور الحسم في هذه المرحلة، ما الذي يمكن أن يمثله ذلك في جبهة الشرق كما تتصور روسيا؟ أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة مسألة سقوط باخموت أصبحت واضحة باعتراف الطرف الأوكراني وتأكيد الطرف الروسي. هذه المدينة كما لاحظنا منذ فترة طويلة تقاوم، ويبدو أنها كانت الحصن المنيع والدرع الحامي لمعظم دول منطقة دانييتسك. لذلك من المتوقع الآن في حال تمكنت القوات الروسية من دخول هذه المدينة، أولا أن تكون ضربة قاسية للجيش الأوكراني، ثانيا أن تفتح الطريق باتجاه أكبر مدينتين متبقيتين في جمهورية دانييتسك، ألا وهي كراماتورسك وسلافيانسك. لذلك أنظار القوات الروسية يمكن أن تتجه بشكل سريع باتجاه هاتين المدينتين، وخاصة أن الجيش الأوكراني لا يزال منهك بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها، وليس لديه الوقت الكافي من أجل إقامة تحصينات جديدة أو يمكن أن تحمي هاتين المدينتين. إذن يعني أتوقع أنا في الوقت القريب يمكن أن يستمر الهجوم الروسي وبزخم أكبر، أولا لسببين. السبب الأول هو الاستمرار بالهجوم حتى لا يأخذ الجيش الأوكراني الوقت الكافي، ثانيا لاستباق المعونات والمؤن العسكرية الغربية التي يحاولون إرسالها إلى الجيش الأوكراني، والحديث مبدئيا يدور عن الدبابات. لذلك أعتقد القوات الروسية تسارع الوقت لحسم معركة الدنباس بشكل سريع والتوجه جنوبا باتجاه خيرسون، ويمكن ان وهذه نقطة أخرى أود أن أسأل حضرتك فيها دكتور سمير، ماذا لو ليس فقط حسمت باخموت كما تقول بأنها تقريبا حسمت، وحسمت من بعدها سلافيانسك وكراماتورسك الباقيتين بالأساس تحت السيطرة الأوكرانية، ما يعني أن حوض الدنباس بأكمله حسم لصالح روسيا، هذا بافتراض أن هذا قد وقع بالفعل، هل ستكون أهداف العملية العسكرية قد تحققت ويمكن ساعتها أن تظهر روسيا نية للتفاوض باعتبار أنها ستكون أقرب إلى المنتصر من وجهة نظرها؟ يعني نعم، بتقديري ستكون تمنح فرصة ولو يعني غير مناسبة لنظام كييف، ولكن فرصة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بالمفاوضات من حيث وصلت القوات الروسية، لأنه في حال استطاعت القوات الروسية حسم معركة الدنباس وتوجهت باتجاه الجنوب، بتقديري يمكن أن تتغير موازين القوى بشكل كبير، وخاصة أن منطقة خيرسون يمكن أن تكون خاسرة رخوة لشبه جزيرة القرم، ويفترض على روسيا أن تقوي هذه المنطقة وتوسع العملية، ويمكن أن يعني تتوسع باتجاه مدينة أوديسا. لذلك نعم، يعني في حال كان هناك نوايا من قبل الغرب بأن المساعدات التي يقدمها لنظام كييف لا يمكن أن توقف يعني القوات الروسية، وإنما تطيل أمد هذه الأزمة، ونحن نعلم إطالة أمد هذه الأزمة هو استنزاف للجميع، وأكثر ما يعني تستنزف هي الدول الأوروبية. لذلك بتقديري يمكن أن تكون فرصة سانحة للجميع للجلوس إلى طاولة المفاوضات. أما إذا كانت استراتيجية الغرب الاستمرار في هذه يعني في هذه المسألة لاستنزاف روسيا، بتقديري الأمور يمكن أن تتصاعد أكثر والعمليات تتوسع أكثر، وأيضا لا ننسى العملية الإرهابية التي حصلت منذ أول من أمس، وهناك يعني تقديرات في روسيا بأنه يمكن أن تعاود القوات الروسية دخول منطقة تشيرنيف حيث انطلقت المجموعات الإرهابية. إذن الأوضاع لا تزال متوترة، لكن الوضع الروسي الآن أفضل بكثير من السابق، ويمكن لنظام كييف أن يأخذ العبر، إما الاستمرار في المقاومة كما يعتبر والاستماع للنصائح الأوروبية من أجل تدمير أوكرانيا بشكل يعني كامل. يعني نلاحظ أن أي مدينة تخرج منها القوات الأوكرانية تصبح مدمرة وتصبح غير مؤهلة للسكن. هذا للأسف يعني هذا يفترض أن هناك حديث عن الطرف الذي يهاجم هذه المدينة. يعني أنت قلت أن القوات الأوكرانية تدافع، فكيف يمكن أن توجه اللائمة إليها بأن مدينة كاملة دمرت وهي التي كانت في موضع الدفاع؟ على أي حال سيرجي شايجو كان يزور القوات في جبهة دونيتسك، اسمح لي فقط سأطرح على حضرتك السؤال، الزملاء كانوا يعرضون لزيارة وزير الدفاع سيرجي شايجو، وهناك حديث كبير حول القيادات العسكرية التي توالى تغييرها منذ إطلاق ما تسميه روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وهناك انتقادات وجهها
واتجهت من قائد مجموعة فاغنر، وهناك انتقادات من قبل ذلك أيضا كانت قد وجهت من الرئيس رمضان قديروف. هل الجبهة العسكرية موحدة بالقدر الكافي لخوض هذه العملية دكتور سمير؟ نعم، ولكن فقط الملاحظة أن المدن الأوكرانية معظمها يدمر ليس بسبب القصف الروسي بقدر ما هو بعد انسحاب القوات الأوكرانية تقوم بتدمير معظم البنى التحتية في هذه المدن حتى لا ترتاح فيها لا القوات الروسية ولا سكان هذه المدن، لأنهم يعتبرون خروجهم من هذه المدن هو خروجهم إلى الأبد، وتصبح وأصبحت هذه المناطق مناطق روسية. للأسف هذا ما يحصل. ما يخص يعني زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى جبهات القتال، يعني هذه الزيارات طبيعية، ومن شأن القيادة العسكرية دائما أن تتفقد جبهات القتال وخاصة بعد الإنجازات الأخيرة. أما ما يخص يعني الآراء في مسألة القادة العسكريين، بتقديري هذا شيء طبيعي دائما في جبهات، يعني في حالات الحرب هناك آراء، هناك مواقف يمكن أن تتعارض مع القيادة، يمكن أن تتناسب مع القيادة، لذلك نشهد بعض التغيرات، نشهد بعض يعني يمكن أن تكون آراء باستمرار الهجوم بالزحم الكبير، يمكن أن تكون القيادة السياسية تتمهل من أجل فسح المجال للمفاوضات. إذا هذا يعني التفاوت بوجهات النظر والآراء شيء طبيعي، ولكن عمليا وبشكل أساسي الجميع متفق على أن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق أهدافها وإن اختلفت الأساليب. يعني روسيا دائما تفتح المجال من أجل المفاوضات، ويمكن تحقيق هذه الأهداف عن طريق المفاوضات، لكن القادة العسكريون يبدو أنهم على جبهات القتال يقدرون بأن المسألة لا يمكن أن تحسم إلا إذا حسمت عسكريا لفتح الطريق أمام المفاوضات السياسية. من موسكو عبر سكايب دكتور سمير أيوب الباحث المتخصص في الشؤون الروسية، أشكرك شكرا جزيلا. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولز شددا على الالتزام بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، كما جدد الجانبان التزامهما بأن تدفع روسيا ثمن اعتدائها على أوكرانيا بحسب بيان صدر عقب اللقاء الثنائي. أشار البيان إلى أن اللقاء أكد كذلك على الحفاظ على التضامن العالمي مع الشعب الأوكراني، مضيفا أن لقاء بايدن وشولز جدد التأكيد على قوة العلاقات الثنائية بين واشنطن وبرلين. استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وأعرب زيلينسكي عن شكره للدعم الذي قدمه البرلمان الأوروبي لبلاده منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسعى لاستكمال تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن وبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. كان الرئيس الأوكراني جدد طلبه بشأن تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية بما في ذلك الطائرات. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس لاتفيا، شدد زيلينسكي على أهمية التزام الدول بالعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. لإيقاف روسيا نحتاج إلى المدفعية، هذا هو الأمر الأول، كما نحتاج إلى الأنظمة والذخيرة والكثير من القذائف والطائرات التي نعاني نقصا فيها، فضلا عن حاجتنا إلى بدء مهام تدريبية تجريبية. لدينا تأكيد ودعم من بريطانيا وبولندا. تحدثنا اليوم عن كيف يمكن لشركائنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا مساعدتنا على تدريب الطيارين في المهمات. أعلن البرلمان الصيني زيادة الإنفاق الدفاعي للصين والتحديث العسكري، حيث أكد البرلمان أن زيادة بكين من ميزانية العسكرية يأتي للرد على التحديات الأمنية المعقدة، مشددا على أنها لا تمثل تهديدا لأي دولة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الأسيوية. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. نتحدث اليوم عن دورتين يعني سنويتين هما الحدث السياسي الأكبر في الصين في الحياة السياسية في الصين هذا العام، وهو التجمع السنوي للمجلس الوطني لمجلس الشعب الصيني. يعني جاءت في هذه المناسبة هو زيادة القدرات العسكرية للصين، هل هو يعني يعد رد على التحديات الأمنية في منطقة جنوب وشرق آسيا ومنطقة آسيا بصفة عامة؟ ولماذا جاء في هذا البيان أنه ليس تهديدا لأي من الدول؟
هو من حيث المبدأ هذا الحدث الذي هو زيادة ميزانية وزارة الدفاع الصينية يحدث سنويا منذ عام 2015 على الأقل بهذه النسبة تقريبا نسبة 7%، وهذا يأتي بالنسبة للصين في إطار الطموحات الجديدة التي بدأت تتبناها منذ وصول الرئيس شي جين بين إلى السلطة ومنذ إعلان مبادراتها السياسية والاقتصادية نحو العالم وسعيها لتطوير نفوذها السياسي والعسكري ليس فقط في محيطها وإنما على مستوى مناطق مختلفة من العالم أيضا. فسنويا في اجتماعات مجلس نواب الشعب الصيني يجري الحديث طبعا عن كل هذا الإنفاق على مختلف الصعد في الدولة ومنها طبعا في ملف الدفاع. وخلال السنوات الأخيرة جرى سنويا تقريبا رفع ميزانية الدفاع بمثل هذه النسبة حتى أنه منذ عام 2011 تشير التقديرات حتى هذا العام حتى عام 2023 نسبة ارتفاع ميزانية الدفاع في الصين تساوي تقريبا 75%، يعني مقارنة بين 2011 و2023 هذه طبعا نسبة كبيرة. لكن الملفت في الموضوع هذه الأيام هذه السنوات الأخيرة إنه نسبة رفع مخصصات الدفاع الصينية تزيد عن نسبة نمو الاقتصاد الصيني، يعني نحن نعرف إنه الإجمالي الناتج المحلي للصين نعم. لكن إذا أخذناها من ناحية نسبة النمو للمقارنة بين ما كان يجري في الصين منذ منتصف التسعينات حتى وقوع الأزمة المالية العالمية كان يعني معدل زيادة النمو الصيني تقريبا بحدود 10%، يعني أقل أو أكثر، في بعض الأحيان وصل 13% 14%، في بعض الأحيان 7% 7.5%. لكن في السنوات الأخيرة بسبب ظروف كوفيد 19 انخفض طبعا نسبة النمو في الاقتصاد الصيني، رغم ذلك وصل 5.5% تقريبا لهذه. صحيح، هي التقديرات تقول ربما أقل من ذلك، رغم ذلك فإن الزيادة في مخصصات الدفاع بقيت تقريبا تتراوح بين 6.8% إلى 7.1% سنويا. هذا يؤكد أن الصين ماضية في خططها من أجل تطوير قوتها العسكرية إضافة إلى قوتها السياسية والاقتصادية رغم كل ما يجري في محيطها. طبعا من الضروري أن يخرج مثل هذا التصريح أنه هذا رد على التحديات، لكن بدون تحديد ما هي هذه التحديات، لأن التحديات في الحقيقة مستمرة حتى منذ عهد إدارة دونالد ترامب وتم صياغتها في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وأخذت هذه الاستراتيجية تداعيات عسكرية في محيط الصين من حيث إجراء مناورات عسكرية، يعني حاليا تجري مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلاند، قبلها كانت مناورات مع اليابان مع كوريا الجنوبية، هناك تحالفات عسكرية أكثر متانة الآن مع الفلبين، تعاون عسكري وثيق أكثر مع أستراليا. إذن الصين تجد تهديد عسكري في محيطها القريب، ولكن الصين أيضا ماضية في تطوير قدراتها العسكرية. ممكن أن القول أن كل هذه التهديدات المتبادلة بين الطرفين ليس بالضرورة أن تقود إلى احتكاك عسكري مباشر، نعم، لكنها ما تزال لا تقود إلى احتكاك عسكري مباشر، لكنها سجلت هذه الزيادة في وقت تتصاعد فيه وتيرة يعني التوتر في الأزمة الأوكرانية وأيضا هجمات على تايوان وتصعيد بكين لهجماتها على تايوان، فقد يفهم هذا أنه أيضا تصعيد من الجانب الصيني. نعم، لكن هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العقلية التي تدير فيها الصين الأزمة. يعني الصين تتحدث دائما عن نبذ عقلية الحرب الباردة. الحرب الباردة يعني هي تعني بالتحديد عقلية المحاور. الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بعقلية المحاور حتى منذ انتهاء الحرب الباردة حتى الآن، ويعني ما يقال عن الصين يصورها أيضا بأنها تتصرف بعقلية المحاور والحلفاء. لكن الصين تريد أن تقول أنها لا تتعامل مع الصراع مع الولايات المتحدة أو التنافس مع الولايات المتحدة بهذه الطريقة، وأنها وضعت خطط معينة في قلبها، تطوير العقيدة العسكرية لقواتها المسلحة وتطوير قدراتها التكنولوجية والجوية، وهي ماضية في ذلك بدليل أنها تحافظ على رفع نسبة مخصصات الدفاع بنسبة ثابتة سنويا منذ عام 2018 حتى الآن. من العاصمة الأردنية عمان سامر خير أحمد الخبير في شؤون الأسوية، شكرا جزيلا لك. أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن القلق البالغ إزاء استمرار وتزايد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت الدول في بيان مشترك بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات،
حث البيان الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير بالمضي قدما في بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإطفائها الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية. أعلنت إدارة الكوارث التركية أن هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية الديامان جنوبي تركيا. من جانبه ذكر مرصد رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة ضربت المناطق الحدودية التركية السورية. وقال المركز الأوروبي إن الهزة وقعت فجر السبت على بعد 14 كيلومتر شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية وعلى عمق 10 كيلومترات. وقدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة التي تسبب فيها زلزال السادس من فبراير في سوريا بنحو 5 مليارات و100 مليون دولار. أوضح أن القيمة الحالية للمباني والبنى التحتية التي تضررت أو دمرت تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا. أشار البنك إلى أن حلب كانت أشد المحافظات تضررا، إذ سجلت وحدها 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلزال. قررت سويسرا تخفيف بعض العقوبات على سوريا بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. يمثل هذا الإجراء تخفيف العقوبات على الجهات التي تتلقى التمويل الفيدرالي عند الضرورة لإغاثة المدنيين، ويمدد هذا القرار الاستثناءات من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك الاستجابة السريعة للزلزال السادس من فبراير 2023. هنا القاهرة عاصمة الخبر، هذه نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالشفافية وإزالة الغموض حول برنامجها النووي.
دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي. وقال جروسي خلال اليوم الثاني من زيارته إلى طهران إن هناك آمالا كبيرة بخصوص عودة العمل المشترك بين الوكالة وإيران، مؤكدا أن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين تتم في أجواء عمل وصراحة وتعاون وفق تعبيره. كما حذر جروسي من أن أي إجراء عسكري ضد المنشآت النووية في أي دولة أمر مرفوض. أكد كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بايدن خضع لعملية جراحية لإزالة ورم جلدي سرطاني صغير من صدره في فبراير الماضي. أوضح أن جميع الأنسجة السرطانية أزيلت بنجاح، مشيرا إلى أن بايدن سيواصل فحوصات الأمراض الجلدية كجزء من رعايته الصحية المستمرة، وأن موقع عملية الاستئصال تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج. أجلت وكالة الفضاء اليابانية إطلاق صاروخ H3 يوما عن موعده المقرر له الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية. يذكر أن الوكالة كانت قد ألغت عملية الإطلاق للصاروخ نفسه التي كانت مقررة في البداية في 17 من شهر فبراير المنقضي، عندما فشلت محركات الدفع في الصاروخ في العمل. دعا مسؤولون في إندونيسيا إلى إجراء تحقيق ومراجعة لمنشآت شركة بريتامينا الحكومية للطاقة بعد سقوط ضحايا في حريق بمستودع للتخزين بالشركة. الحريق اندلع من أنبوب لنقل الوقود من مستودع بلومبانك لتخزين الوقود التابع لشركة بريتامينا في العاصمة جاكرتا، وسرعان ما امتد إلى منازل مجاورة ليسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابات العشرات. فر 40,000 شخص من منازلهم في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا، ولقي 4 أشخاص مصرعهم إثر فيضانات قوية ضربت المنطقة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، على الأرجح سيكون معظمها في الولايات الجنوبية. قالت السلطات الأمريكية إن 7 أشخاص لقوا حتفهم على الأقل وانقطعت الكهرباء من الملايين بسبب العواصف التي أدت إلى عصير وأمطار غزيرة في مناطق جنوب البلاد. أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي، وقد تؤدي إلى تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن مناطق وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند ستشهد تساقط ثلوج من المتوقع أن يزيد منسوبها عن 30 سنتيمتر. إلى جولة مع أبرز ما طلعتنا به الصحافة حول العالم. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنه في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا تستورد الغاز الطبيعي الأمريكي بشكل غير مسبوق لاستخدامه في التدفئة وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع. أشارت الصحيفة أن المدن في مختلف أنحاء أوروبا تبقي أضواءها مفتوحة وتدفئ المنازل بالغاز الطبيعي القادم من آبار تكساس ولويزيانا، مع تسجيل الصادرات الأمريكية من الغاز المسالي إلى القارة الأوروبية مستويات وصفتها الصحيفة بالقياسية.
ذكرت وكالة أسوشييتد بريس إنه على الرغم من المؤشرات الكثيرة على سعي الرئيس جو بايدن لخفض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، إلا أنه يترك حيزا أيضا لعدم الترشح. أوضحت الوكالة أن الحزب الديمقراطي دعم إعادة انتخاب بايدن ولا يخطط قادة الحزب لمناظرات تمهيدية، مضيفا أن القرار ليس نهائيا. وفي حين أن مكانة بايدن بين المسؤولين الديمقراطيين صلبة، إلا أن الناخبين الفعليين أكثر قلقا. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته أسوشييتد بريس مؤخرا أن 37% من الديمقراطيين يريدون أن يسعى بايدن لفترة رئاسية ثانية، انخفاضا من نسبة 52% في الأسابيع التي سبقت الانتخابات النصفية العام الماضي. قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية إن البرلمان البريطاني الذي يجري تحقيقا فيما عرف بحفلات داونينغ ستريت التي حدثت خلال إغلاقات كورونا يمكن أن ينشر أدلة جديدة بشأن ما وصفتها الصحيفة بالفضيحة، وذلك في وقت لاحق اليوم. كشفت التايمز أن الحكومة قدمت مجموعة هائلة من الأدلة غير المنقحة للجنة في أواخر نوفمبر، وقد يأتي الكشف عن الأدلة بعدما يقرب من عام في أعقاب التحقيق الذي قاده هاريت هارمان نائب رئيس حزب العمال السابق، والذي بدأ التحقيق فيما إذا كان بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق في هذا الوقت قد ضل البرلمان عن عمد. قالت صحيفة لابوغرديديا الإسبانية أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات وخطط طارئة لتوفير المياه بسبب موجة الجفاف الشديدة التي تمر بها الدول في ظل نقص الأمطار، حيث فرضت كاتالونيا الإسبانية قيودا على المياه على ما يقرب من 6 ملايين شخص. حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إقليم كاتالونيا قرر وقف ري الحدائق الخاصة والأماكن العامة، وسيتعين على الأنشطة الزراعية تقليل استهلاكها من المياه بنسبة 40%. في الاقتصاد، أعلنت الإمارات وإيطاليا الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة الإماراتية أبوظبي. أعلن الجانبان مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 28 والعمل المناخي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين أدنوك ومجموعة إني الإيطالية للطاقة. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخنق دول العالم المتقدمة للبلدان الفقيرة بمعدلات فائدة وصفها بأنها جشعة وبأسعار وقود مرتفعة. وفي كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والمعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة، غوتيريش طالب الدول المتقدمة بتقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول المحرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات الفائدة المرتفعة. أشارت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة أمريكية سوداء منذ الربع الأول من العام الماضي. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي أصدر الوثيقة أن هذه الموافقات غير مقبولة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الأمريكية التي وصفها بالحاسمة تذهب إلى المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني.
قال وزير الصناعة الياباني ساتوشي نيشيمورا إن بلاده تعهدت بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة دول آسيان في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصادها ومكافحة تغير المناخ العالمي. اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنشاء مجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية العام الماضي بهدف تقاسم فلسفة تعزيز إزالة الكربون في الدول الآسيوية والتعاون لدفع انتقال الطاقة إلى الأمام. قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيير وونش إن أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي مرشحة إلى الصعود لتسجل 4% إذا استمرت ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة. وأضاف عضو المركزي الأوروبي ورئيس مصرف بلجيكا المركزي إن المدى الذي يتعين أن ترتفع فيه تكاليف الاقتراض يعتمد إلى حد كبير على تطور معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر شديدة التقلب في الأسعار كالطاقة والغذاء. عاد التضخم في أوروبا للارتفاع مجددا في فبراير ليتجاوز توقعات الخبراء على المستويين الشهري والسنوي. معدلات التضخم المرتفعة من شأنها أن تعزز رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الشهر. المزيد من هذه التحركات بعد مارس للسيطرة على التضخم مع رغدة منير. أهلا بكم. حمل شهر فبراير 2023 أوروبا إلى ذروة جديدة للتضخم بعد أن كانت القارة العجوز ترى أنها تجاوزت الأسوأ. مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة قفز إلى 5.6% على أساس سنوي. معدل التضخم الإجمالي الذي تراجع عن أعلى مستويات التي سجلها على أساس شهري في أكتوبر الماضي حول 10% لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 2% وقد يستغرق وقتا طويلا للوصول إليه بسبب الارتفاع المستمر في التضخم الأساسي. البنك المركزي الأوروبي تعهد بمزيد من رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير قابلة للتوقع في إطار مساعيه لمحاربة التضخم. والتضخم في أوروبا جاء نتيجة عوامل عدة منها اضطراب سلاسل الإمدادات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مما رفع أسعار السلع إلى مستويات قياسية فضلا عن تأثر اقتصاد التكتل بانسحاب الطاقة الروسية التي اعتمد عليها لعقود. التضخم في أوروبا لقي دعما من تبعات العقوبات على روسيا التي استهدفت الغرب من خلالها تقييد قدرة موسكو في الإنفاق على العملية العسكرية في أوكرانيا ما أدى إلى مخاوف من نقص الإمدادات ورفع أسعار الطاقة. فيروس كورونا ليس بريئا من المسؤولية عن ارتفاع معدلات التضخم حيث وضعت حزم الدعم التي أقرتها دول الاتحاد لدعم الاقتصاد اللبنة الأولى للتضخم وهو ما كانت تدركه الحكومات لكنها كانت تعول على تجاوزه سريعا بمجرد فتح الاقتصاد ولم تكن تعلم أن هناك حربا في الأفق. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قال إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وخفض البنك توقعات لنمو اقتصاد الاتحاد خلال 2023 إلى 2.1% من 3%. منطقة اليورو تعاني تحت وطأة تضخم جامح ما يدفع بنوك التكتل المركزية إلى مزيد من تشديد سياسته النقدية مهما كانت العواقب. هي إذا مستويات قياسية جديدة تشير إلى توقعات مخيبة للأمال بكونها مرشحة للارتفاع في الشهور المقبلة رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو الماضي. سجلت نسبة البطالة في اليابان أدنى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات في يناير الماضي مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. انخفضت مستويات البطالة إلى 2.4% في يناير وذلك عقب ارتفاع عدد الموظفين الجدد بنحو 430 ألف شخص مقارنة بذات الفترة من العام السابق بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل 1,640,000 شخص.
في الرياضة، يستضيف النادي الأهلي المصري ضيفه القطن الكاميروني في 6:00 مساء اليوم على ملعب السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحل القطن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط. سعياً وراء تصحيح المسار ومصالحة الجماهير الغاضبة، يستضيف الأهلي المصري فريق قطن سبور الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. المارد الأحمر يبدأ الموقعة وسط غيابات بالجملة، يأتي على رأسها عمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود متولي بسبب عدم تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهم عن مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري المحلي. في المقابل يستعيد السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق خدمات البرازيلي برونو سافيو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق طوال الشهرين الماضيين. لاعب الفريق كانوا قد ارتكبوا أخطاء كارثية كلفتهم الخسارة أمام الهلال السوداني في أم درمان، ثم التعادل مع سان داونز بطل جنوب أفريقيا في القاهرة بالجولتين الثانية والثالثة من دوري المجموعات، قبل أن تستمر الأخطاء في الدوري المحلي بالتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما. ويملك الأهلي نقطة وحيدة يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف سان داونز المتصدر ب7 نقاط والهلال ب6 نقاط، بينما يتذيل قطن سبور الترتيب بلا رصيد من النقاط. أحاول إلقاء نظرة على الصورة كاملة وليس فقط أجزاء منها. لقد تواجدت مع الأهلي الآن في 26 مباراة وخسرنا 3 منها فقط وفزنا ب23 مباراة، مما يدل على أننا فريق جيد وعلى المسار الصحيح، كما يجب أخذ إصابات اللاعبين في الاعتبار مع التغييرات في التشكيلة. بعض اللاعبين ليس لديهم نفس إيقاع أولئك الذين لعبوا أكثر، لذا فإن هذا يبطئ الأمور قليلا، لكننا نحاول العودة مرة أخرى والاستمرار في التقدم. لا أعتقد أن كأس العالم للأندية هو السبب، ولكنني سمعت أنه بعد بطولة كبيرة يمكن أن ينخفض مستوى. يمكن أن يكون هذا مرتبطا بالإعداد الذهني واللعب ضد لاعبين رائعين ومحترفين. ننتقل لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي اليوم مانشستر سيتي مع نيوكاسل، فيما يستضيف تشيلسي ليدز يونايتد، ويلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس، ويحل توتنهام هوتسبير ضيفا على ولفرهامبتون. وفي مباراة أخرى يلعب أرسنال المتصدر مع بورنموث، ويلتقي برايتون وستهام يونايتد، فيما يحل ليستر سيتي ضيفا على ساوثهامبتون. أرسنال يستضيف فريق بورموث على ملعب الإمارات في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي. يدخل أرسنال المباراة سعيا للفوز والتقدم خطوة نحو اللقب الغائب عن خزينته منذ سنوات. يحتل أرسنال بقيادة مايكل أرتيتا الصدارة برصيد 60 نقطة وبفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي الثاني. إلى الدوري الألماني، حيث يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على شتوتغارت في الجولة 23. يسعى البايرن للفوز واستعادة صدارة البوندسليغا من بروسيا دورتموند. يمتلك بايرن 46 نقطة في المركز الثاني، وتشكل المباراة البروفة النهائية للفريق البافاري قبل الصدام بالعملاق الباريسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
حقق الطفل السوري ربيع شاهين حلمه أخيرا بمقابلة أيقونته وأيقونة الرياضة العالمية كريستيانو رونالدو. ربيع نجا من الزلزال الذي ضرب سوريا وذهب للسعودية لتحقيق حلمه بمشاهدة مباريات فريق النصر. السعودية تشوف رونالدو هناك، أوكي؟ هني يتابعونا، ولدنا يحب النصر السعودي هني نحن في سوريا، وهذا البطل يبغى يشوف كريستيانو رونالدو. ما ندري يمكن في يوم من الأيام نشوفك في الملعب وتزور رونالدو. يا رب. كان حلما ثم تحول إلى حقيقة أن ترى البطل الذي طالما حلمت بمقابلته، الطفل السوري ربيع شاهين، أخيرا شاهد أيقونته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الطفل السوري الذي خطف الأنظار ببراءة حديثه خلال الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وجدت أمنيته آذانا صاغية ليشق الفيديو طريقه منتشرا من سوريا إلى المملكة ليتمكن أخيرا من معانقة رونالدو. لم يتوقف الأمر هنا، الطفل السوري حضر مباراة لنادي النصر بالدوري السعودي ليؤازر نجمه المفضل الذي لا طالما حلم بتشجيعه بكل حب وحماس. شفت كريستيانو حسيته حلم، لأنه ما مصدق حالي ما تخلص الحلم ما بعرف. إن شاء الله ما يكون حلم يا رب. إلى هنا تنتهي هذه النشرة مشاهدينا، وإن لم يتبقى فيها سوى تذكير بأبرز ما فيها من عناوين. وزير الدفاع الروسي يتفقد جبهة دونيتسك مع استمرار الضغط على مدينة باخموت. البرلمان الصيني يقر زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة ما وصفه بالتحديات الأمنية. دول أوروبية تندد بعنف المستوطنين وتحث الحكومة الإسرائيلية على وقف توسيع المستوطنات. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على 11747 راسي. يمكنكم كذلك تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو عبر رمز QR الذي يظهر على شاشتنا. بعد قليل تلتقون وجولة جديدة من جولات المراسلين. هنا دائما، هنا القاهرة عاصمة الخبر.